حسنا، دعونا نقوم بمراجعة كل شيء قمنا بتغطيته حتى الآن. إذا ما هي تمثيل سلسلة ماكلورين لإي للقوى إكس؟ ومرة أخرى عليكم الأخذ بكلامي، إن تمثيل سلسلة ماكلورين هو فعليا يساوي، عندما نأخذ السلسلة اللامنتهية إنها فعليا تساوي إكس. قلت في التسجيل السابق أنني أفكر بالإثبات، وفي النهاية استسلمت لأنني لم أستطع التفكير بالإثبات، ثم قمت بالبحث عنه وأدركت لماذا أستطيع التفكير بالإثبات، إنه ورطة تماما، لكنني أخيرا سوف أقوم به، ربما بعد أن أقوم بتغطية الكثير من الأشياء الأخرى. إنه ليس شيئا عليكم معرفته فعليا لتنجحوا في التفاضل والتكامل أو نقدر ما نحن على وشك القيام به، لكنني سوف أقوم به على أي حال لنرجع إلى ما كنا فيه. إذا تمثيل سلسلة ماكلورين لإي للقوة إكس، إنها فعليا تساوي إي للقوة إكس، إنها 1 زائد إكس زائد إكس تربيع تقسيم مضروب الاثنين زائد إكس للقوة 3 تقسيم مضروب 3. سوف أقوم بمجموعة من الحدود وسوف ترون لماذا. زائد إكس للقوة 4 تقسيم مضروب 4 زائد إكس للقوة 5 تقسيم مضروب 5 زائد إكس للقوة 6 تقسيم مضروب 6 زائد إكس للقوة 7 تقسيم مضروب 7 زائد إكس للقوة 8 تقسيم مضروب 8. وتستمر السلسلة إلى ما لا نهاية، أليس كذلك؟ فقط عندما نأخذ السلسلة اللامنتهية إنها بالضبط تساوي إي للقوة إكس. هذا مقبول؟ حسنا، ماذا كان تمثيل سلسلة ماكلورين لجيب تمام إكس؟ جيب تمام إكس هذا يساوي، سوف أقوم بترك مساحة هنا بطريقة ما، وأعتقد أنكم سترون لماذا. إنها تساوي 1 زائد إكس تربيع تقسيم، آسفة، إنها سالب، هذه إشارة سالبة هنا، دعوني أمحو هذا لأني أريد أن أقوم به بدقة قدر الإمكان. إنها تساوي 1 ناقص إكس تربيع تقسيم مضروب 2، أليس كذلك؟ لقد تعلمنا هذا في التسجيلين السابقين. زائد إكس للقوة 4 تقسيم مضروب 4 ناقص إكس للقوة 6 تقسيم مضروب 6. أعتقد أنكم الآن تعلمون إلى أين نحن ذاهبون. زائد إكس للقوة 8 تقسيم مضروب 8، ونستمر هكذا، الحد التالي سيكون سالب هنا، ونستمر إلى ما لا نهاية لهذا النمط. أنتم تعلمون النمط، ما هو جيب إكس؟ ما هو تمثيل سلسلة ماكلورين لجيب إكس؟ حسناً، جيب إكس يساوي، جيب إكس يساوي إكس ناقص إكس للقوة 3 تقسيم مضروب 3 زائد إكس للقوة 5 تقسيم مضروب 5 ناقص إكس للقوة 7 تقسيم مضروب 7، ونستمر هكذا. سيكون لدينا إكس للقوة 9 هنا، لكنها تستمر إلى ما لا نهاية. هذا كله يذهب إلى ما لا نهاية، لكنكم تعلمون النمط، لذا دعونا نتوقف هنا، لأن هذا أعتقد إذا فهمتم
ما يجري هنا هذا من الأشياء القليلة في الحياة التي تعطيكم شعور مريح، سوف تجعلكم أو سوف تخبركم أن هناك نظام في الكون، والذي نحن كبشر يمكننا إلقاء نظرة عليه. لدينا تفكير محدود، لكن نحن على وشك أن نتجاوز السطح. لكن هناك شيء مدهش هنا، جيب تمام إكس وجيب إكس، تمثيلهما بسلسلة ماكلورين، أو إذا أردنا كتابتهما على شكل كثير حدود، كل منهما يبدو تقريبا مثل جزء من إي للقوة إكس، تقريبا كل منزلة، وسيكون نفس الشيء باستثناء مجموعة تغيرات الإشارة. دعوني أوضح هذا. إذا ماذا لو أردنا أن نعرف الاقتران جيب تمام إكس زائد جيب تمام إكس زائد جيب إكس؟ ماذا يساوي هذا؟ أو ما هو تمثيله بسلسلة ماكلورين؟ سيكون حسناً، ثم نحن نعلم أنه أيضاً يساوي، لكن من الضرورة إضافة هذين الصفين، إذن سيكون 1 زائد إكس ناقص إكس تربيع تقسيم مضروب الاثنين ناقص إكس تكعيب تقسيم مضروب الثلاثة زائد إكس للقوة 4 تقسيم مضروب الأربعة زائد إكس للقوة 5 تقسيم مضروب الخمسة ناقص إكس للقوة 6 تقسيم مضروب الستة ناقص إكس للقوة 7 تقسيم مضروب السبعة زائد إكس للقوة 8 تقسيم مضروب الثمانية. ثم تستمر السلسلة، الحد التالي سيكون موجب ويستمر إلى لا نهاية. الآن أعتقد أن هذا واضح بالنسبة لكم، وأصبح لديكم فكرة عن هذا، لأنه انظروا إلى هذا وانظروا إلى إي للقوة إكس، ما هو الفرق؟ حسنا، فقط مجموعة من الإشارات السالبة هنا وهناك. إذا أخذنا هذا، دعوني أكتبه بلون أفتح، إذا الفرق الوحيد بين هذا الاقتران وهذا الاقتران هو هذه الإشارات السالبة، وقد رأيت هذا من قبل، لقد تعلمت هذا من قبل. الناس منذ مئات السنين تعرف هذا، لكن سوف أخبركم بشيء، لا أحد، حتى هؤلاء الذين يستطيعون إثباته رياضيا، لا أحد حقا يفهم لماذا هذا، لماذا نأخذ هذه الاقترانات المثلثية التي تظهر. كما تعلمون، عندما نأخذ النسبة لجانبي المثلث الأيمن أو تعريف دائرة الوحدة، وأنتم تعلمون أنه مفيد لكم. كما تعلمون هذا علم المثلثات الذي يوصلنا مع اقترانات الجيب وجيب التمام هذه، وأن له علاقة بالدائرة. عندما نضيف هذين الاقترانين الأساسيين مع بعضهما من علم المثلثات، لأن التماس هو فعليا نسبة الجيب إلى جيب التمام، إذن هذه هي إحدى القواعد في علم المثلثات، عندما نضيف تمثيل كثير الحدود لهم مع بعض، إنه تقريبا باستثناء الإشارة السالبة هذه تمثيل كثير الحدود لإي للقوة إكس، والعدد إي، وقبل كل شيء هذه قوة في هذه، لا يوجد قوة هنا، وإي هي كليا لا تتعلق، أو على الأقل
هذا هو التفكير في علم المثلثات. إي، لقد حصلنا على إي من الفائدة المركبة. سوف ترون أنها تتعلق بالنمو الأسي. الاضمحلال الأسي عندما يكون لدينا نمو أسي مستمر، أو اضمحلال يكون فائدة مركبة مستمرة. إذا هذا العدد كليا ليس له علاقة ليس فقط الرياضيات لكن أيضا الكون. الفائدة المركبة مقابل النسب لجانبي المثلثات اليمنى، هذا ما ينبغي أن تفكروا به. ولكن ما يمكن أن يكون حتى أكثر من المدهش هو إذا استطعنا بطريقة ما العمل مع هؤلاء لجعلهم أكثر تساوي. حسنا، الشيء الوحيد المختلف هو الإشارات السالبة، أليس كذلك؟ إذا هل نعرف أي شيء آخر في الرياضيات، في أدواتنا الرياضية له هذا النمط، والذي يكون بشكل موجب موجب سالب سالب موجب موجب سالب سالب؟ هنا الدائرة لأربعة. حسنا، ربما تفكرون، وهذا سوف يعطيكم شعور أكبر أو يجعل المسائل الحالية أكبر. العدد I أو الجزء التخيلي I، إذا ما هي قوى العدد I؟ هذه مراجعة بسيطة. إذا كان هذا غير مألوف كليا بالنسبة لكم، يجب عليكم إعادة مشاهدة تسجيل الأعداد التخيلية. إذا ما هي قوى العدد I؟ حسنا، I للقوة 0 هي 1، I للقوة 1 هي I، و I للقوة 2 هي سالب 1، I للقوة 3 هي سالب 1 ضرب I، إذا هي سالب I سالب I. I للقوة 4 هي I ضرب سالب I، إذا ال I تصبح سالب 1، ثم لدينا سالب هنا، إذا تصبح 1. ثم إن النمط يعيد نفسه، I للقوة 5 هي I، I للقوة 6 هي سالب 1، لقد تعلمنا هذا من قبل، إنها فقط مراجعة. I للقوة 7 هي سالب I، I للقوة 8 تصبح 1 مرة أخرى، هذا ممتع. I لديها خاصية بحيث أن الحد الثاني من الدائرة لأربعة هو سالب، لدينا عدد سالب هنا، هذا ليس بالضرورة عدد سالب، عدد تخيلي سالب، لكن لدينا إشارة سالبة هنا، يبدو ممتعا، أليس كذلك؟ ثم لدينا موجبين، ثم لدينا سالب وسالب، وشيء آخر ممتع يحصل هنا، أينما رأينا العدد التخيلي عندما نرى I أو سالب I، أي من الحدين يتوافق. حسنا، إنهما يتوافقان مع حدود جيب إكس، أليس كذلك؟ إنه يتوافق مع ذلك الحد، سالب I تتوافق مع ذلك الحد، I تتوافق مع هذا الحد، وسالب I تتوافق مع ذلك الحد. إذا لدينا شيء يبدو قليلا، كنمط، لكن على أي حال أنا أدركت أن لدينا فقط، علي القول أنه سهل جدا في هذا التسجيل، لكن عندما أبدأ بالتحدث حول الذي أتحدث به الآن لا يكون الأمر كذلك. أنتم تعلمون ما الذي نريد إلقاء نظرة عليه، وهذا فعليا ليس مبالغة.
إنه إثبات لبعض الأشياء المخفية في نظام الكون والتي يجب إلقاء نظرة عليها. لكن على أي حال، لا أريد الحصول على شيء تجريدي. سوف أراكم في العرض القادم. إلى اللقاء.